ثانية. ومعانا دلوقتي ضيوفنا النهارده في برنامج البداية، مؤسسين مبادرة اتحرك. طبعا كل مبادرة بيبقى في حاجات معينة هي اللي بتميزها عن أي مبادرة تانية، ممكن نلاقي مبادرة بنفس الاسم بس بتعمل حاجات تانية مختلفة. فعايزين نتكلم النهارده ونعرف أكتر عن مبادرة اتحرك مع سمية بديع، مؤسس مبادرة اتحرك. أهلا بيك يا سمية. معانا كمان محمد انور، عضو بالمبادره. اهلا بيك يا محمد. ومعانا كمان احمد حامد، مسؤول النشاط الرياضي بالمبادره. اهلا. اوكي، هنبدا معاك يا سميه. بقى اول حاجه عايزين نعرفها طبعا، يعني ليه فكرتي في مبادره تتحرك، ويعني نتعرف عليها اكتر وازاي بدات. هي بدات في ابريل اللي فات. بقى لها سنة. تمام. انا قررت ان انا حسيت ان في فئة كتير حواليا، في شباب كتير ناجح بس محدش عارفه، وفي نفس الوقت في المقابل في فئة من الشباب حاسين ان احلامهم بعيدة وان اهدافهم لا صعب الوصول ليها، وان مفيش اي مجهود عايزين يبذلوه. تمام. فقررت ان انا هعمل اتحرك. اتحرك دي احنا كلنا لازم نتحرك ونساعد بعض. لازم كلنا نوضح وجهة نظرنا لبعض. فجت فكرتي من ان انا يعني الى حد ما عندي بعض الصداقات مختلفين، يعني عندي ناس في الرياضة، عندي ناس ثقافيين، عندي ناس تنمويين، عندي ناس في مجال الخير، فجمعتهم كلهم مع بعض وقلت ان انا هبدأ المبادرة. بدأتها بقى بكذا شق، يعني شق ثقافي، شق رياضي الاول، بعد كده ثقافي وتنموي، وفي جزء الخير. طبعا جزء الخير ده خاص باعضاء في المبادره عندي، هم اصلا عاملين مبادره تانية اسمها مبادره اهتم. تمام. انت اللي قررتي ان انت اللي تبدايها لوحدك، ولا في حد مثلا شجعك على الفكره، ولا انت القائمه بكل الحاجات الخاصه بالمبادره؟ يعني هو بصراحه في الاول خالص اول ما بداتها يعني في ناس كتير قعدت تقول لي لا يعني مش دلوقتي، مش عارفه ايه، ما فيش حاجه هتتعمل، كان حابه ياس. بس في حوالي 3-4 من اصحابي مثلا هم اللي قالوا لي لا كملي، اطلعي لقدام واعملي اللي انت مؤمنه بيه. لما بدات في ماراثون اتحرك تقريبا كان 3-4 بس من اصحابي هم اللي بيشجعوني، في ناس كتير احبطتني للاسف، بس حسيت بفخر كبير لما عملت الماراثون واستعنت باحمد وبنايت رانرز ان هم ينظموا معايا الماراثون. الماراثون نجح، فحسيت بدفعه بقى ان انا في حاجات معينه بتجذب الشباب. فحسيت سباق الدرجات والجري ده، والجري ناس كتير قوي بشوفها يعني بتحمسوا الحاجات دي. بتحمسوا جدا يعني. لان انا اخترت الرياضه السهله اللي ممكن تعمليها في اي وقت، يعني انت مش ملتزمه، لا انت مش ملتزمه ان انت تنزلي في نادي، لا احنا بننزل نجري في الشارع، احنا ممكن ننزل نجري في مدينه، يعني مش ملتزمه بحاجه اللي هو انا ومش حب، يعني كان هدفي ان مش شرط ان انت تيجي تبقى معايا في الماراثون، لا انا عايزاك تاخد فكره عن الرياضه دي، ان احنا نتجمع كلنا مع بعض ويبقى عدد كبير، دي حاجه روح حلوه اصلا يعني. بتديهم شجاعه فظيعه. تمام. برضو يعني اختيار ان انت تبقي عامله المبادره مش متركزه على حاجه معينه، مش بس الاعمال الخيريه، مش بس الانشطه الثقافيه، دي برضو فكرتك انت. يعني ليه مثلا ما قلتيش لا انا هخليها مثلا الاعمال الخيريه بس عشان اعرف اركز في حاجه معينه واديها حقها؟ يعني زي قلتي هقدر ان انا اعمل كذا حاجه واركز فيهم واعرف ان انا يعني اوزع بقى كل الشباب على كل الانشطه دي. عشان كان هدفي في البدايه تجميع فئات مختلفة من الشباب، يعني ما انا ما قدرتش ان انا اوحد الهدف. لو حسيت ان انا في مجالات كتير موحدة لاهدافها، بس انا حبيت ان انا اكون حاجة مختلفة، فلا جمعت اهداف مختلفة وجمعت فئات مختلفة، وقلت لما حد فينا هيبص على التاني هيتعلم منه. هو اللي ظاهر معانا دلوقتي ده ايه بالظبط يخص المبادرة؟ ده الماراثون، اول ماراثون اتعمل في مركز شباب الجزيرة. تمام. جل وجري. اللوجو بتاع الكلمه برضو اختيار، كمان كلمه اتحرك واسم المبادره انت اللي فكرتي فيه ان هو يبقى اسمه اتحرك. قعدت ادور كده على حاجه غريبه مجنونه شويه، فحسيت ان اتحرك انا عايزه ازقكم، فتعالوا نزقوا بعض بقى، طبعا محتاجين الشباب يتحركوا. اوكي. طيب محمد، انت عضو بالمبادره بقالك من اول ما بدات، من سنه ولا لسه؟ من كام شهر مثلا؟ من حوالي مثلا 3 شهور او حاجه زي كده، بس انا طبعا هي صديقتي بقالها فتره كبيره. انت عارف سميه اصلا؟ انا عارف سميه بقالي بتاع من فتره كبيره جدا في الجزيره، من رحلاتها اصلا
لان هي كانت شغاله في مركز شباب الجزيره في الحته دي. تمام كده؟ تمام. انا كنت معاها، اتعرفت عليها ساعتها هناك يعني، لكن انا معاها في المبادره بالظبط بقالي بتاع 3 شهور او 4 شهور بس كده. طبعا هي ليها كذا شق، انا مسؤول معاها، او مش مسؤول طبعا يعني، انا معاها بس في الشق الثقافي وفي الرياضي مع نفسي بره شويه. تمام. لكن احمد طبعا هو اللي مسؤول عنها، في هو اللي مسؤول في الرياضه اصلا في المبادره. وطبعا هي عملت قبل كده صالون ثقافي مرتين ورا بعض وكذا مره قبليه. تمام كده. بس انا حضرت 2 منهم، وكنا بس كان حاجه مشتركه يعني، ما يعني الفكره بتاعتي ساعتها ما كانتش اتنفذت خالص، بس كانت حاجه مشتركه بيننا كلنا، كنا كلنا بنشرح حاجات مختلفه. تمام. انت يعني متخصص في القسم الثقافي، يعني في الجزء القسم اللي هو في حاجه اسمها شجره المعرفه. شجره المعرفه دي كانت فكره انا بقى لها فتره، بقى لها بتاع 4 سنين معايا اصلا. كانت طبعا كان ليها تطورات كتير جدا. يعني ايه شجره المعرفه وتقصد بيها ايه؟ دي عباره، كان اول حاجه خالص كنت انا وثلاثه اصحابي كنا هنتجمع في الساقيه. تمام كده. يعني انا صاحب الفكره يعتبر، كنا هنتجمع في ساقيه، في الساقيه، ساقيه الصلاوي. كل واحد هيتكلم في مجال معين. تمام كده. انا كنت هتكلم في الادب العربي، واحد في العلاقات الاجتماعيه، واحد في علم النفس. تمام. تمام كده. واحد في التاريخ. تمام. كنا كلنا بس هندي نص ساعه لواحد يشرح، يعني كلها يبقى ساعتين، الجلسه كلها تبقى ساعتين. احنا الاربعه كل واحد فينا هيجيب واحد تاني، يبقى 8، تالت اسبوع هيبقى 16، تالت فهمتك. اسبوع وهكذا لحد ما بتزود العدد، وكل لأكبر حد عدد ممكن. بيدخل بيجيب حد تاني. يعني كل اسبوع تمام. ممكن في غضون بس سنه واحده نبقى الاف. تمام كده. ساعتها احنا نبقى عدد كبير جدا. وفي الفتره دي طبعا انت عارفه الدعايه والاعلان بيجروا ورا الكتره، او بيجروا عايزين اكبر ناس تشوفهم، اكبر تمام. عدد من الناس تشوفهم، احنا نبقى كتير جدا. تمام كده. فانا كان قصدي بقى اوصل لايه، في برامج معينه دي مسؤول عن الاغاني والكلام ده كله. انا بقى كان هدفي بدل ما الناس تتفرج على ده كله، لا، الضجه الاعلاميه بدل ما تحصل في ده هتحصل لينا احنا. تابعوا مثلا برنامج كذا هيجي في الاسبوع في يوم كذا. تمام كده. الناس كلها تشوفه والجماهير كلها هتتكلم، بس كل واحد ليه وقته، لان كل واحد هيطلع في ربع ساعه يلخص اللي هو عايز يقوله. مثلا البرنامج ساعتين، يعني 8 8 اشخاص هيتكلموا، المره الجايه 8 تانيين، وكل اللي قاعدين جماهير هيتكلموا، كل واحد عارف انه هيجي له يوم وهيتكلم، يتكلم، دي دفعة كبير ان هو جدا. يشرح جزء من كتاب زي ما ايا كان بقى، هو كتاب مؤلفه، كتاب عايز يشرحه لحد تاني، فكرة عايز يشرحها، بس هو عنده هيبقى عنده حماس لان هو هيتكلم والناس كلها شايفاه، الجماهير طبعا كلها تتكلم، وفي نفس الوقت فئة كبيرة جدا جدا من المجتمع هتستفاد. تمام. بدل ما تسمع اغاني بس، لا، تسمع حاجات تنميها. بس ده اللي كان قصدي عليه، شجرة المعرفة ده شق منها طبعا. تمام. وكان في حاجة تانية، ان انا كل واحد، انا مثلا بألف روايه اسمها المجد المسروق دلوقتي، ان شاء الله هتخلص قريب يعني باذن الله. تمام كده. دي الروايه ديت مفتاح لكتب تانيه، يعني لقراءه كتب تانيه كتير جدا. تمام. فانا كان قصدي ان احنا مثلا في الصالون الثقافي في مبادره تتحرك، طبعا اللي مؤسسها سميه، انا هجيب الكتاب دوت مثلا ايا كان الكتاب، بس انا هتكلم عن الروايه، هشرحها للناس اللي موجودين. تمام كده. دي حاجه. وفي حاجه تانيه، ان احنا كلنا ممكن نشترك في كتاب معين نتجمع عليه. يعني مثلا احنا مثلا نفترض 20، احنا كتاب الاسبوع الجاي نتكلم فيه كلنا، بس نقراه على مدار الاسبوع وكل واحد يشرح بقى اللي عنده. بيبتدي الاول قبل ما بتروح يعني تشرح جزء من الكتاب، اكيد طبعا بتقراه قبلها. ما احنا بتقرا الجزء اللي انت ناوي تشرحه. اكيد اكيد طبعا. كلنا بنتجمع. بيبقى لازم حاجه انت عندك خلفيه عنها، ولا حاجه ممكن ما تبقاش عندك خلفيه عنها؟ احنا كلنا بنتفق بقى في الحته دي، ان هو الاسبوع الجاي هنشرح الكتاب. يعني بتركزوا مثلا في انك تقروا كتب عن مثلا الادب، كل الشعر، ايا كان اللي احنا، انا عن نفسي طبعا السياسه، يعني ايه بالظبط؟ اقول لك على حاجه، انا احسن بعشق الادب العربي طبعا، ونفسي جدا اكتب كتاب او اي حد يلخص الادب العربي للناس، لان الادب العربي دلوقتي صعب جدا يتقرأ. تمام. لانه طبعا تراث، فهماني، فصعب جدا حد يقرأ. لا، والفكره ازاي هتجذب الشباب اللي جايه، يعني لما تقول لهم كده انا هقرا جزء من الادب ما العربي، انا هشرحه يعني. بقى بطريقتي. كل واحد يشرح حاجته بطريقه، طريقه بسيطه وبالتفصيل. ايوه، ده اللي انا كان قصدي عليه بقى في شجره المعرفه، لما نطلع الناس كلها تشوفنا، تفهم تاريخها وتفهم تراثها وتفهم الادب الخاص بيها كويس، عشان لما ثقافه تانية تيجي تكلمك، او اي حد من بره يجي يكلمك، تعرف ترد عليه. بس ده اللي كان قصدي كله من الفكره، يعني الناس كلها تتثقف. وانا مش محتاج حاجه والله، انا كان كل اللي محتاجه ان المجتمع كله يستفاد بس. فنفسي الضجه الاعلاميه بدل ما تبقى في برامج اغاني او ايا كانت البرامج ديت،
تبقى في برامج زي كده. انت تقصد حاجات ما تبقى مش ترفيهيه يعني، حاجات لا ممكن ترفيهيه بس في نفس الوقت يبقى فيها ثقافيه. تمام. ان انا اعرف تاريخ ازاي واعرف اللغه الخاصه بتاعت ازاي. طبعا انت عارفه اللغه العربيه ناس كتير جدا مش عارفينها ومش مش عارفين معاني كتير جدا فيها، يعني معظمنا مش عارفين اللغه العربيه الصحيحه، كلنا بنتكلم لغه عاميه. ولو جيت لو جه حد يتكلم بلغه عربيه الناس بتتريق عليه. بتتريق عليه مع ان العكس اللي المفروض يحصل يعني. نتكلم باللغه العربيه. طيب احمد كلمني بقى، بما انك مسؤول عن النشاط الرياضي اللي هو يعني من الاقسام المهمه جدا جوه المبادره يعني، وبيبقى عليه اقبال كتير اعتقد، صح كده؟ طبعا. تمام حضرتك. اتكلم الاول عن بدات من امتى، وهل يعني انت عشان مسؤول عن النشاط الرياضي، هل انت عشان بتلعب مثلا رياضه او يعني متخصص في حاجه تخص الرياضه يعني شغلك مثلا او دراستك ولا لا؟ تمام. انا حضرتك في الرياضه عجل وجري دواسلون يعني. تمام. طبعا بجري الاول مع نايت رانرز جروب جري برضو في مصر من سنتين. تمام. جري متواصل. ليا طبعا سفريات بالعجله للمحافظات، بعض محافظات اسماعيليه، الفيوم، اسكندريه، الحاجات القريبه دي يعني كده. بتعملوا يعني بتسافروا بالعجل؟ بسافر بالعجله. تمام. مسافه كبيره اكيد. لا قليله مش كبيره، في مسافات اكبر يعني. وطبعا متعود يعني بيبقى هي ممارسه يعني، وبتبقي طبعا متعوده على الرحلات بالعجل وكده، بيبقى في اهداف منها برضو لنشر ثقافه الرياضه وكده. فطبعا بسافر برضو وادي الريان، ممكن نقعد نخيم مش عارف ايه يعني، تاني يوم نرجع حاجات كلها كده بالنسبه للعجل يعني. الانتمائي في الجري اكتر برضو، بجري برضو، بشارك في هاف ماراثون على طول مجدي يعقوب وكده. ففي مجال الرياضه معايا طبعا في تاريخ يعني معايا في الرياضه. تمام. انت اصلا بتحب تشارك عامه في اي حاجه في كل الماراثونات، الجري او الماراثون الدرجات، سباق الدرجات؟ في سباق الدرجات دواستون ده حضرتك يعني بتبقى مثلا مسافه جري، مثلا هجري مثلا 5 كيلو، بعدين هركب العجله هجري 20، همشي بيها 20، انزل اركب اجري، اسيب العجله هجري تاني 5، ده كده دواستون. تمام. ده يعني الواحد فيه على طول يعني ان شاء الله بيبقى يعني بيحمسك اكتر وكده، ان انت يبقى في دفعه جواكي في الرياضه وكده. بس بالنسبه للجري بقى، انا في الماراثون على طول، واحد ماراثون بيبقى 42 كيلو، في هاف ماراثون بيبقى 21 كيلو. مين اللي بيحدد المسافه دي يعني، سواء بالدرجات او عن طريق ال... لا دي حضرتك بتبقى لو مثلا بيبقى الهاف ماراثون ده موجود، بيبقى مثلا 21 كيلو ده او كده، دي بتبقى مثلا ايفنت او مسابقه متحدده. هو ماراثون المسافه يعني لو هجري مسافه معينه، في اورجنايزر، في اورجنايزر بيبقى همارس رياضه الدرجات هتبقى مسافه تانية غيرها خالص، صح كده؟ لا في اورجنايزر بيبقى واقف طبعا مع محدد لك المسافه يعني، كل 3 كيلو في واحد واقف طبعا، وفي رقم الثلاثه بتبقي عارفه طبعا بتجري ايه. وفي طبعا برنامج نايك طبعا رن، ده بيبقى برده محدد لك المسافه بتجري قد ايه والكلام ده. بس فانا يعني مش عايز اتكلم بقى، اخد الموضوع كله عن الجري اللي بجريه او كده، عايز ابدا في اتحرك. فطبعا عرفت اسمها بقى واحد صاحبي من زمان برضو فتره، فعرفني يعني بيها، كان في ماراثون بيتنظم وكده. تمام. فاديتنا شعله نشاط بقى في اتحرك، ان احنا عايزين فعلا يعني نحبب الناس قوي في الرياضه. هي طبعا عملت حاجه مختلفه طبعا عن اي ايفنت او حاجه بتتعمل طبعا، ان هي حاولت تجمع شباب بتحب العجل. تمام. مع الشباب اللي بتحب الجري. تمام. في يوم واحد. تمام كده. دي حاجه برضو كانت مهمه يعني جدا يعني. السباقين اتعملوا الجري والعجل. الاثنين هي كانت عامله الفكره طبعا، هي جابتني انا في الاول في الجري وكده، فيعني عرفنا هننظم ازاي والدنيا هتمشي ازاي وكده. وكان الايفنت يعني كانت متنظم له صح طبعا. كان في اسعاف موجوده، في حاجات طبعا كانت موجوده يعني. كنت عايزه اتكلم في النقطه دي. هو مبدئيا يعني اي حد بيشارك في الماراثون بتاع الجري او الدرجات، لازم الاول بيبقى يعني بتسالوه مثلا عن صحته، مثلا عن لياقته البدنيه يعني. في ناس ما بتقدرش تجري اكيد مسافات كبيره زي اللي انت بتتكلم عنها، في ناس ما تقدرش برضو انها تمشي بالعجله برضو مسافه كبيره، بيبقى في كشف طبي، بيبقى في مثلا حد معاه اسعافات الاوليه مثلا علشان لو حد حصل له حاجه او اي اصابه حصلت ولا لا. ممكن اتكلم في النقطه دي؟ اوكي. اتفضلي. سوري اتفضلي، عشان خاطر انا يعني احمد كان معايا، بس الجزئيه دي انا سعيد فيها شويه الى حد ما. قبلها جبت عربيه اسعاف، وجبت عربيه اسعاف
لان انا كنت قلقانه من ان حد يتعب. تمام. رغم ان الجري كان جوه تراك المركز عندنا، مركز شباب الجزيره، كان في اوكي منظمين كتير في التراك، بس انا كنت قلقانه عليهم. عامه الجري بيبقى جوه مكان معين ولا مش بيتعمل في خالص في الشارع؟ اتحرك. انا سعيت ان انا لما هاجي انفذها جوه مكان مغلق. لان انا كنت قلقانه جدا على الناس اللي هتشارك، كانت اول حاجه ليا، فانا كنت يعني مترقبه لاي فعل هعمله. تمام. فاعلنت لهم يعني حتى الايفنت لما اعلنت عليه قلت لهم يا جماعه انا مش الهدف بتاعي ان انتوا تجروا بس، او الهدف او ان انت تيجي تقطع نفسك، لا انا عايزاك تيجي حتى لو هتمشي، حتى لو هتعمل معايا تمارين الصبح بس، يعني انت تيجي تشوف منظر الشباب اللي بيلعبوا رياضه بجد. عشان كده استعنت باحمد اللي هو نايت رانرز وزمالك رانرز، استعنت بيهم لان هم عندهم خلفيه اكتر مني انا بكتير، يعني هم مدركين يعني ايه جري وازاي التنفس الصح الكلام ده كله. انا كنت بمارس رياضه زمان بس توقفت عنها. تمام. فانا ما استعنت بيهم لان هم عندهم خلفيه بتنظيم الماراثون اكتر مني انا. بس يعني سعيد في ان انا اعمل تصريح، سعيد في ان انا اجيب عربيه اسعاف، جبت الساوند، ساعتها كنت فرحانه جدا بالساوند عشان اخاطر احمسهم الاطفال. انا عايزه اقول لك ان في اطفال صغيرين شاركوا. يعني في من سن 3 سنين و4 سنين 6 سنين 8 سنين كانوا بيشاركوا. في جزء اولاني بقى عن حته لو في قلب تعبان او لو في حاجه تعبانه. انا بتكلم في كده بقى. كان كابتن احمد وفي كان كابتن محسن تقريبا. كابتن محسن. اتكلموا بقى عن الجزئيه دي، هو هيقول لك عنها. في نقطه انا عايز اوضحها، هو في سن طبعا اللي هو بيبقى سن المندفع في المسابقات والايفنتات وكده، اللي هو بيبقى سن مثلا من 12 لحد 16 سنه، مندفع 17. قوي فعلا. ده حضرتك هو اللي بيبقى يعني في اندفاع عنده قوي في مسابقه، ان هو ممكن بيجري متحمس. احنا بالنسبه لنا احنا كخلفيه عن الجري والرياضه، عشان النقطه دي كله بيتكلم فيها، انا طبعا ببقى يعني في قوانين احنا ماشيين بيها كده، لو في الم مثلا في رجلي، مثلا في شد، في وجع طبعا في جنبي الشمال او اي حاجه. بيحصل دايما لما الواحد بيجري مسافه، يعني لما بكون بجري مثلا 21 كيلو او مسافه كبيره او كده، فطبعا بتوقف عن الجري تماما. دي حاجه انا خلاص يعني ايه معروفه يعني تمام لكل اي عداء بيجري او اي حد طبعا بيسافر بعجل او كده، فهو عارف نفسه، يعني هو اللي يخاف على نفسه تمام. فانا عشان رايح اجري او كده فخلاص اوريدي انا مجهز نفسي نفسيا وبدنيا وكل حاجه، ولو في اي اصابه انا ما اقدرش امارس الجري. لكن احنا طبعا السن بتاع اللي ذكرته ده من 12 ل 16 ده هو اللي بيبقى فيه عليه الحذر قوي، ولان هو ممكن لو في اي الم حتى هو عايز يكسب او عايز يكمل او عايز يجري، فخلاص في اندفاع. في نقطة برضو تانية، احنا النهاردة اتحرك في اهداف في الرياضة فيها تمام. طبعا عشان انا بالنسبة لي يعني في هدف عامة من الماراثون نفسه، الهدف ان احنا النهاردة الرياضة اصبحت حاجة كبيرة جدا في مصر، يعني بقى في احداث رياضية كتير جدا تمام طول السنة، ورياضة زي العجل يعني ممكن مثلا اللي واخد الشو كله عندنا كرة القدم مثلا تمام، هي اكتر جماهيرية عشان يعني اللعبة الشعبية في الاولى في العالم. النهاردة الجري، السباحة، العجل، الكلام ده كله واخد يعني بقى ليه شعبية كبيرة برضو. ايفنتات كل جمعة موجودة، كل ثلاث موجودين على طول. فاحنا اتحرك هنا ان احنا الجروب ده مفتوح لكله يعني تمام كده. يعني اهلا وسهلا باللي حابب الرياضه. طبعا في حاجات تانية مع محمد وكلام تاني. طيب عايزه اتكلم، انت ذكرت ان يعني بتعمل الماراثون بتاع الدرجات. تمام. عايزه اعرف مبادره تتحرك برضو عملت كده، يعني رحتوا محافظات عن طريق السباق بتاع الدرجات؟ مبادره تتحرك عملت الجري هنا حاليا في محافظه القاهره تمام. فهي المفروض خطوه خطوه، يعني ان انت بتبداي يعني في اهداف بعيده تمام. انا يعني انا سبب اللي مدخلني المفروض يبقى في يعني من خلال السباق الدرجات اللي بيبقى في المحافظات يبقى في ترويج للسياحه الداخليه، اقصد كده في ترويج طبعا. انا سبب اللي دخلني يعني برضو في الرياضه صديقي من 20 سنه ده سافر السودان بالعجله من هنا من القاهره. مش معقول. لا راح السودان بالعجله طبعا، على اليوتيوب موجود كل حاجه. طبعا وكده هي دي رحله برضو هو عملها يعني. فانا من مقصودي كده ان مش في يوم وليله انا هروح السودان بالعجله،
هو الراجل دخلني في الموضوع حببني. انا النهارده موجود في اتحرك، النهارده احنا مثلا جرينا كيلو، بكره هنجري 10 كيلو، بعده بقينا نسافر بالعجله، بعده الموضوع اكيد تدريجي، مش الموضوع طبعا تدريجي وترويج في كل حاجه. بتجهزوا نفسكم ازاي علشان تقدروا تعملوا الحاجات دي للمسافات الكبيره اللي بتتكلم عنها؟ المسافات الكبيره بالنسبه للجري طبعا يعني اكيد تمرين على طول باستمرار. تمام. مش الواحد زي ما حضر نفسه هو رايح الصبح الماراثون معاكو، سواء هيجري او هيركب العجله، يعني اعمل ايه وانا رايحه بقى هشارك معاكو يعني؟ تمام. هو الموضوع برضو لازم انت تكوني حابه المجال ذات نفسه، يعني الجري. لا انا بحب ركوب العجل جدا بصراحه. تمام. بس فهو دلوقتي انت بتبقي مجهزه نفسك نفسيا، انت مثلا بتبقي رياضه الجري انت مالكيش منافس فيها. تمام. لان انت منافس نفسك، انت منافسه لارقامك. النهارده حضرتك لو جيتي جريتي معانا مثلا في التراك، فممكن انت تلفي التراك ده 2 كيلو، فلفيتي ال 2 كيلو مثلا دول في 5 دقائق، في 8 دقائق مثلا. تمام. فكتبتيهم بقى خلاص. انا يوم كذا يوم السبت جريت التراك 2 كيلو في 8 دقائق. تمام. جيتي بعديه السبت اللي بعديه جريت يوم في 7 دقائق مثلا يعني. فاذا انت منافسه بتاعك انت، فبتحبي الموضوع بقى، تهتمي بنفسك اكتر وريكفري بقى، يعني كل حاجه انت مؤهله نفسيا وبدنيا. انا رايحه الماراثون ده هو 42 كيلو، او هو مثلا هاف ماراثون 21 كيلو او 10 كيلو، خلاص انا داخل عارف ارقامي، ان انا داخل خلاص انا بجريها، فحاجه عاديه خالص. احنا هنا بقى احنا بنشجع الناس اللي هي عايزين ندخلها في الرياضه. ممكن واحد مثلا اسره تيجي، واحد وبنته وابنه كده وزوجته، مش شرط يجروا، ممكن يمشوا على التراك. تمام. يبقى في برضو تواصل بين الاسره برضو. وبعدين دي موجوده في اتحرك، ان هي يعني مجمعه طبعا ايفنت طبعا مجاني خالص، مفيش اي حاجه فيه خالص. تمام. فمجمعه الموضوع ده في النشاط الرياضي، يعني بالنسبه هي مركزه طبعا في اتحرك على العجل. تمام. وعلى الجري، عجل وجري هيكون موجود معانا في كل حاجه يعني. سافر محافظات مثلا، حتى لو رحنا محافظات واحنا متجمعين خلاص، فهو اوريدي الناس دي موجوده، الجروب ده كله ناس بتقدر تجري، ناس بتقدر تمارس الرياضه. تمام. هنمارس الرياضه مثلا في المكان ده، يعني بننشر ثقافه الرياضه برضو. أوكي. اكتر من خلال اتحرك برضو. تمام. مع اسماعيل وكل النشاطات اللي موجوده طبعا معانا. تمام. كله هيكمل بعضه، يعني ما فيش رياضه هتنفع طبعا غير ما يكون الواحد برضو مثقف. تمام. الثقافات مع الرياضه كله هيكمل بعضه، فاحنا ده مقصود اتحرك يعني. تمام. ان هو داخل والرياضه هي اقوى حاجه، لان من غير الرياضه والجري والكلام ده كله برضه بيبقى العقل مش جاهز ومش مؤهل ان هو ينفذ اي حاجه هو عايز ينفذها. تمام. هو احنا سميه عايزه اسالك، هل بيتم التنسيق ما بين مبادره اتحرك ووزاره الشباب والرياضه؟ هو لحد دلوقتي لا، لم يتم. هو انا بس نفذت الماراثون في مركز شباب الجزيره اللي هو برضو تابع اكيد للوزارة. بس في المرحله القادمه ان شاء الله يعني هيكون في مراحل تفاعل بيننا ما بين الوزاره ان شاء الله يعني. هو بس نقطه ان انت سالتي سؤال ازاي نستعد للمسافات الكبيره. هو احنا بنمرنهم دلوقتي ان احنا كل جمعه هننزل يا جماعه نجري، هننزل نتمشى شويه، لازم يكون عندكم حماس شويه. فاحنا بنعودهم دلوقتي ان كل فتره هننزل نجري استعدادا للمرحله الاكبر، ان احنا ان شاء الله هنحضر لماراثون هيتعمل في دهب. دهب. كويس انك جبتي سيره الدهب. احنا هنشوف اصلا تقرير عن دهب، بس عايزين نتكلم بقى يعني بما انك اتكلمتي عنها، ايه بالظبط اللي هيتعمل في دهب؟ هو احنا بنسافر هناك وبيتم يعني تنظيم ماراثون هناك في قلب دهب. عملتيه قبل كده ولا لسه هيتعمل؟ هو انا يعني شاركت فيه، احمد بقى اللي شارك بالفعل في كذا حاجه من النوع. أنا ده في دهب كنت قبل كده يعني. رحت دهب اولا. تمام. كان معايا العجله، بعدين خدت من دهب لشرم. حد دهب لا ما سافرتش بالعجله من هنا لدهب. انا جدا. كان معايا عادي العجله عادي. تمام. دي كانت رحله عادي، تخييم عادي يعني، رايح اخيم وكده بس. فتاني يوم طبعا يعني قعدت في دهب اول يوم، رحت طبعا عند جبل البلو هول والكلام طبعا. تمام. فبعدين اتحركت من هناك لشرم. تمام. تمام. اتحركت طبعا مش على الطريق العادي، لا من جوه طبعا، البحر على الشمال والجبال على اليمين طبعا. في تسلق جبال، في كلام كده، في اماكن ممكن نقعد فيها عادي مفيش اي حاجه. هم كلهم كانوا 100 كيلو يعني. تمام.
دي برضو هو انت بسيطة بالنسبه لك 100 كيلو دول قليلين يعني 100 كيلو اه بالنسبه لاحمد اه بيشجعنا دايما انا عشان الف التراك اللي هو 4 كيلو تقريبا لازم اسقط في النص بطريقه فظيعه لا يعني هو اول مره برضو قال لي كده مسافر هو عجله صاحبه بيكلمني كأن مسافر طيارة يعني لكن 100 كيلو يعني مش عادي انا يعني احنا عندنا رموز فعليه بجد انا شفت نماذج يعني انا عن نفسي انا ما كانش عندي خلفيه قوي بالجري ده يعني انا ما كنت عارفه اني في جري بس ما كنتش يعني شايفه النماذج دي انا قابلت ابطال بجد لا انا برفع القبعه الناس دي عشان كده الناس دي لازم تتعرف عشان كده انا قررت لا انا لازم كل شهر باذن الله هنكرمهم يعني الناس دي الخطه اللي جايه ان هيتم تكريم الابطال دي في ابطال بي بي بيجروا مسافات طويله جدا في ابطال بيجروا بيسافروا بالعجل مسافات طويله جدا بره بيكرموا بيتعمل لهم الشو صح احنا عندنا لا فاحنا ان شاء الله برضو من خلال نتحرك هنبدا نكرم الابطال اللي ما فيش حد بيقول لهم انتوا موجودين احنا هنقول لهم احنا انتوا موجودين انتوا احنا زينا زيكم وانتوا رمز من حقنا ان احنا نبص عليكم حاجه هتحفزهم وهتشجعهم هتحفزهم وهتحفزنا يعني هتحفزهم فعلا ان هم بيعملوا حاجه هتساعدهم وهتساعدنا احنا كمان ولكل الناس بالزبط. طيب احنا هنطلع دلوقتي بما اننا اتكلمنا عن دهب طبعا دهب مدينه جميله ومش هنقدر نتكلم عن قد ايه هي يعني مكان بيجذب جدا السياح وطبعا مش محتاجين ان احنا نروج للسياحه في دهب لان هي فعلا تستاهل انها تروح هنطلع دلوقتي نشوف تقرير عن دهب ونرجع لكم نواصل كلام